التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بفخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. ورحب سموه برئيس جمهورية الشيشان والوفد المرافق له مؤكدا خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على تعزيز وتطوير التعاون البناء مع جمهورية الشيشان في مختلف المجالات مما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين وتطور العلاقات الثنائية بصورة مستمرة. وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، وقدم سمو خلال اللقاء عرضا للرئيس الشيشاني حول الجياد المشاركة في سباقات القدرة، كما اطلع فخامة الرئيس على عدد من الخيول العربية الأصيلة. وشهد فخامة الرئيس جانبا من تدريبات فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، حيث قدم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عرضا عن الفريق والمشاركات الخارجية والإنجازات التي حققها الفريق. من جهته أكد رئيس جمهورية الشيشان حرص بلاده على تقوية أواصر التعاون مع مملكة البحرين. هذا وقد أقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مأدبة عشاء على شرف فخامة رئيس جمهورية الشيشان والوفد المرافق له.